منذ شهر تقريبا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة لجدر القردة، ومن أوروبا انتشر الفيروس لتسجل حالات في بلدان أخرى. هذا المرض بده تقريبا 3 أسابيع تبين العوارض عند الأشخاص، مشان هيك نطرت منظمة الصحة العالمية تقريبا فترة 3-4 أسابيع لتقول أنه منه شيء بيخوف ومنه شيء رح يشكل جائحة جديدة مثل جائحة كورونا. على الأكيد عم نسمع من وقت لوقت أنه معقولة يلتقوا الجائحتين، يعني الكورونا والجدر القرود سوا، ويصير في عنا ظهور جائحة بتشملهم اثنيناتهم. جاي هو لأنه هن فيروسين ينتموا لعائلتين مختلفين كثير متباعدين. كيف تتم معالجة جدر القردة؟ في أدوية لجدر القرود بالحالات مستعملة بالحالات الصعبة موجودة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكمان في طعم الجدرة وموجود من زمان، توقف استعماله سنة 1975 الحكومات الأوروبية والأمريكية عندها إياها، وهلا شوي شوي إذا شافوا إنه لا رح ينتقل كثير يمكن الطعم الطبي رح ينجبر ياخذ الطعومات، أو الأشخاص اللي تعرضوا أو كانوا ساكنين مع شخص عنده جدر القرود. ماذا عن طريق انتقال العدوى؟ طرق انتقال هذا المرض تجي أكثر شيء بالتلامس، وبده يكون لفترة طويلة، يعني مش إذا سلمت على حدا دغري رح ألقط منه، لما بيطلع له الحبة تبع الجدرة بدي أحط إيدي عليها فترة طويلة. منصاب وعنده حرارة وطلع عليه طفرة على جسمه، هذا الشخص لازم يعزل حاله لفترة 21 نهار. هيدا المرض ما بيعدي بالنفس، ومنا عايزين كتير استعمال الكمامات، عايزين أكتر ننتبه على الإيدين وغسيل الإيدين. الانتباه واجب، واتباع الخطوات الوقائية ضروري لتجنب الإصابة.